السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اكله سهله التحضير وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للمكونات، عندي حك ديال الذره اللي صفيته من الماء وغسلته عاود بماء جديد وصفيته مزيان، شويه ديال الزيتون الخضر مقطع دوائر، 4 الحبات ديال البيض مسلوق، حبه واحده ديال المطيشه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، 2 حكوكه ديال الطون ديال الزيت او الاسقمري، كنصفيه من هذاك الزيت ديالو، كنحتفظوا غير بالطون. وغادي نحتاجو كذلك 2 معالق كبار من المايونيز ديال ستار، خبز توست اللي كنحضروه في البيت او اللي كناخدوه، كيبقى لكم الاختيار. الان غادي نبداو. اول حاجه كناخذو ديك الحبه ديال المطيشه كنغسلوها مزيان، كناخذوها بالقشره ديالها. من الاحسن تختاروا شي حبه ديال المطيشه كتكون قاصحه شاده في راسها، ما تكونش رطبه. كنقطعوها دوائر، ومن بعد كنقطعوها على شكل شرائح طوال، وكنقطعوها من بعد مربعات اللي كيكونوا صغار. بعد ما غادي نقطعها غادي نحيد من هذاك الماء وديك الزريعه اللي كتكون خارجه منها، كنحتفظ غير بقطع ديال الطماطم. بعد ما قطعت مطيشه ديالي كنديرها في واحد البصيل اللي غادي نخلط فيه جميع المقادير اللي ذكرت لكم في الاول. ها هي حيدت من هذيك الزريعه وداك الماء صفيتو. دابا غادي ندوزو نقطعو الربيع اللي حتى هو غسلته غير واحد شويه، ماشي بزاف، كنديرو تقريبا واحد 4 العريشات، وكيبقى اختياري حتى هو، اللي ما كيعجبوش يقدر يستغنى عليه. دابا كنزيدو داك الربيع على مطيشه، وكندوزو نقطعو البيض اللي تنكونو سلقناه من قبل وخليناه حتى برد مزيان. كيف قلت لكم في الاول كنخليو البيض حتى كيبرد تماما، حيت كنقطعوه مربعات صغيره جدا. بعد ما قطعت البيض غادي نضيفه الى مطيشه. كيف كتلاحظوا راه قطعته رقيق، ما خليتوش طروفه غلط. ما تخافوش من ريحه البيض، ما كتبقاش نهائيا في هذه الحشوه، كتجي لذيذه بزاف، كيجي فيها واحد الطعم رائع، ما كتبقاش نهائيا الريحه ديالو. دابا غادي نزيدو الزيتون الخضر اللي حتى هو غسلته وصفيته من الماء وقطعته دوائر اللي كيكونوا رقاق. غادي نزيد عليه كذلك الذره اللي صفيتها من الماء، بالنسبه لتقريبا القياس 3 المعالق كبار عامرين، انا استعملت غير هذاك الحك الصغير ديال الذره. ودابا غادي نزيد الطون، غادي نبقى نقطعو طريفات اللي هما صغار غير بيديه. بعد ما كنزيدو الطون كنزيدو دابا 2 معالق كبار من المايونيز ستار، 2 معالق كبار كي كافيين باش يخلطوا لينا هاد الكميه هادي، وكيعطيو واحد اللذه لهاد السلطه عجيبه، وفي نفس الوقت ما كتجيش النسمه ديالو مجهده وغالبه على الحشوه. هاد القياس هذا كافي، صافي كتخلطوا جميع المكونات مع المايونيز مزيان حتى كيتشربوا المكونات كيندمجوا مع بعضياتهم، وغادي نرجعو نكمل. الان كناخذو الخبز ديال الطوست كنديروه في واحد الطبق طويل، ما كانش كديروا داك المول الطويل كتفرشوا فيه بلاستيك من التحت، عاد كتفرشوا خبز الطوست، اولا كديروا تبصيل مربع عادي، التقديم كيبقى اختياري.
كناخذو من الحشوه وكنديرو فوق من قطع الطوست. هنايا من الاحسن تختارو خبز طوست يكون رقيق، بغيتو تحيدو ليه ديك الحاشيه ممكن الا بغيتو تنقصو منها. وإلا كان الخبز ديال الطوست عندكم غليظ، من الاحسن انكم دوزو عليه المدلك من الفوق، دوزو عليه المدلك من الفوق باش كيرقاق، ما كتبقاش هذيك البابا غليظه. دابا كنديرو طبقه، ملي كنديرو طبقه ديال الحشوه كنعاودو نديرو طبقه ديال الخبز الطوست من الفوق، وكنضغطو عليه باش كيلصق، وغادي نديرو عاوتاني طبقه ثانيه ديال الحشوه. غادي نبقاو غادي بحال هكا حتى كنساليو، كنديرو جوج طبقات ثلاثه على حسب اشنو بغيتو. الان غادي نكملوا بنفس الطريقه كيف كتشوفوا، درنا دابا جوج طبقات، غادي نزيد الطبقه الثالثه ديال خبز الطوست، دائما كنضغط عليه، وغادي نزيد اخر طبقه اللي بقات ليا ديال الحشوه. دابا بعد ما كنسالي غادي نزيد طبقه اخرى اللي هي طبقه اخيره ديال الطوست، كتبقى اختياريه، بغيتو تزيدوها بغيتو تكتفيو صافي بهاد الطبقه. داكشي اللي قلت لكم في الاول، اختاروا شي خبز اللي يكون رقيق ما تكونش فيه البابه بزاف، انا غير بغيت نقدمه بطريقه مختلفه، ما تقدروا ديروا غير بالطريقه العاديه كيف كنعمروا خبز الطوست وكنقطعوه على جوج، كنديروا جوج مع بعضياتهم وكنقطعوهم على جوج في النص. هنا ملي درت الطبقه الاخرى ديال الخبز الطوست، دابا غادي ندير واحد جوج مع الكبار من مايونيز ستار من الفوق، هي باش غادي نختم باش نزين الوجه ديالهم، حيت هاد الطبقه الاخيره ما غاديش ندير فوق منها الحشوه. وفي الاخير كنرشو شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق، شويه ديال الذره، شويه ديال الزيتون الخضر، وشويه ديال الطون. هنايا غادي نقطعوه، في التقديم كتقطعوا كل قطعه كتقطع على جوج، بغيتو تعاودوا تقطعوه مره اخرى ممكن، كتقدم على هذا الشكل. وكيجي هذا الشكل النهائي ديالو، كنتمنى يكون عجبكم وتجربوه، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير وكيعجب الكبار والصغار. كنتمنى الى عجبكم تخليو ليا جيم وتشتركوا معايا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركين، وشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم. نتلاقاو في صفحه جديده ان شاء الله.